كانديداتو روي من الارجنتين 3 سنوات داربي الامارات 2 مليون دولار قيمة الجوائز. استعدادات نهائية لهذه الانطلاقة العالمية داربي الامارات. اذا ينطلق الان سيداتي وسادتي داربي الامارات بانطلاقه تجمع 12 مهور، منهم 3 مهور لم تتذوق طعم الخساره في حياتها. هذا الشوط برعايه مجموعه سعيد محمد النابود لمسافه ال 1800 متر. شمردل يقود هذا السباق، جيسي جوني في المركز الثاني، بيكروكس المرشح الرابع القادم من ايرلندا في المركز الثالث، دوريان ثندر بطل البرازيل غير المهزوم ياتي بشكل جميل جدا. شوف المنافسة، شمردل مع دوريان ثندر خطوة بخطوة، والاثنين لم يسبق لهم ان خسرا اي لقاء في حياتهم الرياضية. وايضا هناك اخر جائز القادم من المملكة العربية السعودية يبدا في تقليص الفارق، انما بطل البرازيل وبطل الامارات في صدارة الداربي حتى الان. باروبورد المرشح الثاني، شوف ذو اللون الاسود يقترب مع ديدوركان الى المركز الثالث، وياتي مورينو ستورم القادم من الولايات المتحدة الامريكية الى المركز الرابع، ثم بلوز اند رويالز لجودالفين ياتي بشكل ممتاز، اندفاع قوي، الشوط لا زال مفتوح، بلوز اند رويالز يقود هذا السباق، ثم باروبورد المركز الثاني، وبلوز اند رويالز لجودالفين يتقدم الان بشكل ممتاز جدا في ظهوره القوي ويوسع الفارق في داربي الامارات. داربي الامارات يذهب الى جودالفين، والابطال غير المهزومين يبتعدون تماما على حساب بلوز اند رويالز لجودالفين وبن سرور وكيرين ماكفوي. بلوز اند رويالز لجودالفين بسهوله في المركز الاول ينتزع بطوله داربي الامارات ب 13 طول عن اللي في المركز الثاني مورينو ستورم الذي ولد في البرازيل، بعد ذلك بارول بورد في المركز الثالث. سان رويالز الامريكي من نسل هونور اند جلوري في درب العالمي سعيد بن سرور، قاد كيرين ماكفوي. هذا كيرين ينجح في انتزاع درب الامارات بشكل رائع جدا. هذا بلوز اند رويالز في المركز الاول لجودالفين بفارق 13 طول